أهلا بكم متابعينا من جديد. يا سيدي ومراح الروح في جسدي، هل دنا الموت مني حين منك دنا؟ يا أطيب الناس روحا ضمها بدن، استودع الله ذاك الروح والبدن. إن لله وإن إليه راجعون، تمسكنا جميعا بالأمل، أمل خروجك للحياة يا صغيري، طفل صغير ريان، لكن إرادة الله فوق كل شيء. رحلت يا ريان بعد أن علمت الإنسانية جميعها درسا قاسيا لن ننساه أبدا. كنا نود أن يعني نزف إليكم بشرى سارة، ولكن هذا الطفل رحل، الطفل الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات. نبكيك يا ريان ونعزي أنفسنا ونعزي والديك، وندعو الله عز وجل أن يربط على قلوبنا قبل قلوبهم. قد تألمت يا صغيري وحدك وسط وحشة لن يألفها أو يقدر عليها أحد. جسدك النحيل قاوم على مدار 5 أيام، ثابرت وقاتلت، بعثت في نفوسنا الأمل مرات ومرات. كانت لحظات الانتظار هي الأصعب علينا على الإطلاق، قبل أن تكون هذه اللحظات الصعبة هي الأصعب عليك. بالتأكيد نحن تأثرنا كثيرا بهذا الخبر، خبر وفاة الطفل ريان، ونحن مستمرون مع حضراتكم في هذه المتابعة الحية والمتواصلة معكم. وخلينا بالتأكيد نتابع اللحظات الأخيرة وخروج الطفل ريان، نجاح يعني كل المشاركين في عملية الإنقاذ بخروج الطفل ريان، إخراجه من المكان، وأيضا إعلان وفاته بعد إخراجه مباشرة. خلينا نتابع مع حضراتكم.
يعني هذه اللقطات كنا نتابعها مع حضراتكم، هذه اللقطات حية ومتواصلة معكم. بالتأكيد اللقطات دي كانت فور خروج الطفل ريان من مدخل النفق اللي تم إخراجه منه في طريقه إلى سيارة الإسعاف. إحنا عارفين طبعا أنه الطفل ريان تم إخراجه من البئر عن طريق مدخل النفق، بعد كده زي ما احنا شفنا في هذه الصور وهنتابع بالتأكيد مع حضراتكم مرة تانية، الطفل خرج مع مجموعة المنقذين والمسعفين وهم شايلينه وبيجروا بيه زي ما تابعنا مع حضراتكم في هذه اللقطات والفيديوهات معاكم على تلفزيون اليوم السابع. لكن مع الأسف فور دخوله سيارة الإسعاف، والده والدته كانوا منتظرينه في سيارة الإسعاف، ولكن فور دخوله سيارة الإسعاف تم إعلان وفاة الطفل ريان. كان من المقرر أنه ينتقل بطائرة إلى يعني إحدى المستشفيات في مدينة تطوان، ولكن يعني بالتأكيد إحنا هنتابع مع حضراتكم الحالة والوضع الآن من والد ووالدة الطفل. ربنا يصبرهم، إحنا بنعزيهم بنقدم لهم خالص التعازي، والحقيقة لأنه مش هما بس اللي بيتألموا الآن، عدد كبير جدا من الناس من المتابعين في كل أنحاء العالم، في كل الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، كلهم بيتابعوا الآن يعني هذا الخبر المؤسف والمحزن بوفاة الطفل ريان، وفاته المؤثرة فينا جميعا، والدرس القاسي اللي علمه لنا وعلمه للإنسانية جماعة. خلينا نكمل مع حضراتكم في المتابعة المستمرة، وخلينا نتابع هذه اللقطات مرة أخرى. هذه هي آخر صور للطفل ريان، آخر صور بعد خروجه من مدخل النفق أو بعد خروجه من البئر، هذه هي آخر اللقطات. يعني بالتأكيد صورة ريان مش باينة، لأنه يعني هذه هي يعني أخلاقيات المتابعة لهذه الفيديوهات. ربنا يرحمه ويصبر أهله. هذه هي آخر لقطة والمسعفين واخدين ريان على سيارة الإسعاف، وبعدها بدقائق قليلة تم إعلان وفاته مباشرة. خلينا نكمل مع حضراتكم ونتابع هذه اللقطات مرة أخرى. لازلنا بنتابع مع حضراتكم هذه اللقطات والصور الخاصة، هذه اللقطات للطفل ريان. هذه هي آخر صور، آخر لقطات للطفل ريان قبل إعلان وفاته مباشرة. خلينا نتابع مع حضراتكم البيان الرسمي لوفاة الطفل ريان مرة أخرى. على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان،
أجرد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله اتصالا هاتفيا مع السيد خالد أورام السيدة وسيمة والدي الفقيد الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر. وبهذه المناسبة المحزنة أعرب جلالة الملك نصره الله عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، وذلك في فقدان فلذة كبدهم. وقد أكد جلالته أعزه الله بأنه كان يتابع عن كثب تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا. نتابعنا مع حضراتكم هذا البيان الرسمي، البيان الخاص بوفاة الطفل ريان، والآن لازلنا نتابع آخر صور، آخر فيديوهات خاصة بالطفل ريان مرة أخرى. خلينا نستمر مع حضراتكم ونتابع، وبالتأكيد إحنا بنقدم خالص التعازي للسيد خالد والسيدة وسيمة والد ووالدة الطفل ريان. يعني بالتأكيد هو موقف صعب، ربنا يصبرهم ويربط على قلوبهم. والحقيقة إنه زي ما قلت في بداية هذه التغطية، إنه وفاة هذا الطفل، الطفل ريان، علمت الإنسانية درس قاسي، علمت ناس كتير جدا درس قاسي، ناس كتير ممكن يكونوا عندهم أمل قليل أو ما عندهمش أمال كبيرة. بالتأكيد إحنا مستمرين في المتابعة مع حضراتكم وبنتابع مع السيد يوسف الحايك الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بيك سيد يوسف. يعني في البداية، يعني البقاء لله بالتأكيد، ما هي آخر الأجواء والمستجدات في شفشاون؟ أعلم أنك هناك. الجهة أو المحافظة جهة طنجة تطوان الحسيمة وإقليم شفشاون هو جزء من هذه الجهة. صحيح، ولكن بالفعل نعم. أطلعنا على آخر المستجدات. حقيقة حالة كبيرة من الحزن والأسى خيمت على الأجواء، ليس فقط على إقليم شفشاون والمنطقة التي عاشت تفاصيل الحادث، ولكن هي حالة عامة في المملكة المغربية ككل، وحالة يعني تجاوزت الحدود إن صح القول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بتدوينات ومنشورات تنعي وفاة الطفل ريان وتعزي أسرته. رسميا كانت القناة الأولى وهي التلفزيون الرسمي للمملكة المغربية قد أعلن وفاة الطفل ريان بعد أن قضى 5 أيام كاملة في البئر التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي، بعد وقت وجيز من عملية إجلاء الطفل ريان وإخراجه من البئر حيث كان محاصرا رسميا. صحيح. دائما الديوان الملكي أصدر بلاغا جاء فيه أنه على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله اتصالا هاتفيا مع السيد خالد أورام والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر. وبهذه المناسبة المحزنة أعرب جلالة الملك نصره الله
عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء في فقدان فلذة كبدهم. وقد أكد جلالته يضيف بلاغ الديوان الملكي بأنه كان يتابع عن كثب تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته الثانية لكل السلطات المعنية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الطفل الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه صحيح. راضيا مرضيا. كما عبر جلالته حفظه الله عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي والتعاطف الواسع الذي حظيت به أسرة الفقيد من مختلف الفئات والأسر المغربية في هذا الظرف الأليم. وفي الختام أكد جلالة الملك لأسرة الفقيد سابغ عطفه وموصول عنايته كما جاء في بلاغ الديوان الملكي. على صعيد متصل دائما وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا فيسبوك، عمت حالة من الحزن والأسى، حيث تم نشر تدوينات معربة عن الألم لوفاة الطفل ريان. وفي هذا السياق قال أشرف إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية الذي انتهت مهامه الدبلوماسية في المملكة قبل أيام، قال في تدوين على فيسبوك: الله يرحم ريان فقيد الإنسانية ويصبر أهله. وأضاف أنه رغم وفاته أثبتت السلطات المغربية على جميع المستويات قدرة فائقة على إدارة الأزمة بجدارة. الصحفي محمد عادل الطاطو بدوره قال في منشور له على فيسبوك: لا إله إلا الله، الإعلان رسميا عن وفاة الطفل ريان عبر بلاغ للديوان الملكي. وتابع في تدوينة ثانية قائلا: الطفل ريان الآن طير من طيور الجنة صحيح. وزهرة من أزهارها، إنا لله وإنا إليه راجعون. الإعلان هي برأيك صحيح، فدي يعني حوالي نعم بالتأكيد عدد كبير من الصحفيين والكتاب والإعلاميين والكل الحقيقة، كل الأهالي اللي كانوا حتى متجمعين في المكان في شفشاون وفي كل العالم الحقيقة اللي كانوا بيتابعوا الحدث، كلهم متأثرين وكلمات مؤثرة بالتأكيد بيكتبوها. ولكن برأيك سيد يوسف، ما هي الرسالة التي تركها هذا الطفل الصغير، طفل عنده 5 سنين، بعد مواجهة الموت، بعد الصمود لمدة 5 أيام، ما هي الرسالة الكبرى التي أداها الطفل ريان قبل أن يتوفاه الله؟ الرسالة هي رسالة إصرار، رسالة تحدي، كون أن الطفل قاوم كل هذه الفترة. يعني نحن نتحدث عن أن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي، ومنذ تلك منذ ذلك اليوم وهو يقاوم حتى آخر أنفاسه الأخيرة. الرسالة كذلك هو هذا النبل وهذا التجدر الذي أبان عنه المغاربة من خلال تضامنهم ومن خلال تفاعلهم مع قصة الطفل ريان. الرسالة الأخرى كذلك هو أنه حجم التدخل الذي نفذته السلطات المغربية أكد قوته وأبان عن يعني عن دراية وعن حسن تعامل مع الموقف. صحيح الطفل توفي، لكن هذا يبقى دائما قدر الله لا رد له، ويعني لا يمكن أن نناقشه. لكن في تفاصيل متابعتنا لتطورات القضية، فإن السلطات المغربية أبانت فعلا عن حسن تدبير وحسن تعاطي مع هذه القصة، مع هذه القضية وقصة الطفل ريان، إلى درجة صحيح. أنه قيل بأن المغرب يعني قام بهدم جبل من أجل حياة طفل. يعني صحيح. هي جملة من الدروس
جملة من العبر والتي تؤكد حقيقة كيف وتبين كيف عاش المغاربة تفاصيل هذه القصة على طول المملكة المغربية من طنجة شمالا إلى الجويرة جنوبا، وكذلك من خلال التفاعل، تفاعل عالمي وتغطية إعلامية غير صحيح. مسبوقة أيضا للحادث. الحقيقة من اللفتات الهامة هو التفاعل العربي الكبير من المحيط إلى الخليج مع هذه القضية، مع عملية الإنقاذ لحظة بلحظة. الكل كان يتابع مستبشرا خيرا أن الطفل يخرج بالسلامة، ولكن يعني هذا هو قضاء الله. ماذا تقول عن التفاعل العربي وأيضا التفاعل العالمي مع هذه القضية؟ وماذا يدل يعني ما الذي يدل على ذلك؟ في الحقيقة مسألة التضامن والتفاعل العربي بالقدر الذي كانت يعني قوية جدا شعبيا من خلال ما رصدناه من تفاعل مواطنين عبر وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك رسمي من خلال ما عبرت عنه الدول العربية من تضامن وتآزر مع المغرب في هذا المصاب، وكذلك مع أسرة الطفل ريان. هذا التفاعل هو دليل حقيقي بأن قصة الطفل ريان أصلحت، إنجاز التعبير، أصلحت ما أفسدته مجموعة من الأمور في بعض الجوانب السياسية. وهنا أتحدث حقيقة عن تفاعل الشعب الجزائري، كان تفاعلا كبيرا، تفاعلا غير مسبوق، وأبان حقيقة عن هذه الروح الأخوية وهذا الحب الذي يسمو عن كل الحسابات الأخرى. صحيح صحيح. يعني التفاعل العربي كان كبيرا للغاية ولا زال، يعني الحقيقة التضامن العربي والدعوات انه ربنا يصبر اهل الطفل ريان هي يعني دعوات من القلب من كل مواطن عربي، والحقيقة من اشخاص كتير جدا حول العالم. الآن ما الذي سيحدث؟ متى يعني ستكون هنالك مراسم العزاء الجنازة؟ هل هنالك اي معلومات؟ حقيقة ليست هناك أي تفاصيل أو معطيات رسمية بهذا الخصوص، لا نعلم إذا ما كانت الجنازة يعني مراسم الدفن ستجري اليوم أم أنها يمكن أن تتأخر إلى الغد. هذه أمور سترشح بالتأكيد خلال الساعات القليلة المقبلة، وأكيد أنه إذا ما كانت هناك جنازة رسمية وشعبية ستكون ذات حجم كبير بالنظر إلى هذا صحيح. التعاطف الكبير من قبل المغاربة. تحدثت قبل قليل عن بلاغ الديوان الملكي الذي أشار إلى الاتصال الذي أجراه الملك محمد بن السادس مع صحيح. أبوي الطفل ريان. الآن يمكن الحديث عن التعزية التي قدمها رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش لوالدي الطفل الفقيد ريان الذي توفي ضواحي إقليم شفشاون، وأكد أخنوش عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تلقى بحزن وأسى كبيرين خبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة والأمل في الوصول إليه حيا. وبهذه المناسبة الحزينة يضيف أخنوش: باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان. كما توجه أخنوش بالشكر للملك محمد السادس على الرعاية الخاصة التي أولاها
لعملية إنقاذ الطفل ريان. صحيح. وأشار رئيس الحكومة وهنا في هذا السياق لفت إلى أن مختلف المصالح محليا ووطنيا بذلت مجهودا استثنائيا وجبارا لإنقاذ الطفل ريان، حيث استمرت عمليات الحفر وعمليات الإنقاذ لخمسة أيام متواصلة، يعني صحيح. ليلا ونهارا. نعم يعني كان في معلومات انه جثمان الطفل ريان توجه في الطائرة إلى تطوان، هل هذه معلومة مؤكدة؟ أيضا يعني خلال الساعات القادمة يعني أين يوجد الوالد الطفل ووالدته الآن؟ أين يوجد جثمان الطفل الآن؟ لا يمكن الحديث عن معطيات رسمية، نحن في انتظار أي معطيات وتفاصيل رسمية. بالتأكيد أنه بالنظر إلى ضيق الوقت لا يمكن الحديث عن الوصول أو الانتقال من المنطقة إلى مدينة أخرى أو إلى إقليم صحيح. آخر. يمكن أو من المرجح أن تكون طبعا عملية الدفن في المنطقة وفي القرية مسقط رأس الطفل ريان، وحيث أسرته لا أعلم تحديدا أي تفاصيل بهذا الخصوص. هذه فقط توقعات مني حول ما يمكن أن يتم بحكم ما جرت به العادة، لأنه ما دام هناك وفاة فالدفن يكون في أقرب منطقة، وبالتالي إذا كانت الإمكانية أنه تم دفن في القرية حيث تقيم أسرة الطفل ريان. دعني صحيح. هنا أن طبعا أشير إلى التصريح الذي خاصني به مرزوق خرشيش، وهو خال الطفل ريان، قبل ساعات، يعني قبل ساعات من إعلان خبر الوفاة رسميا، إذ تحدث عن الظروف التي عاشتها أسرة الطفل واصفا إياها بالصعبة في ظل حالة الانتظار التي تعيشها لما بعد انتهاء الانتهاء في انتظار انتهاء عملية إنقاذ الطفل ريان، وتحدث عن حالة التعاطف الكبير مع قصة هذا الطفل رحمه الله سواء داخل المغرب أو خارجه، صحيح. ونوه في هذا السياق بالمجهودات التي قامت بها السلطات المغربية على مدار الأيام الماضية. هل في هذا السياق لم نكن نتوقع كل هذه المجهودات الكبيرة وتسخير كل هذه الإمكانيات في عملية إنقاذ الطفل ريان؟ احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، بنعزيك مرة تانية وبنعزي كل الشعب المغربي في وفاة الطفل ريان، بنشكرك شكرا جزيلا السيد يوسف الخايك الكاتب الصحفي من المغرب، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. يعني بالتأكيد نحن مستمرون معكم في هذه التغطية الحية والمتواصلة معكم، التغطية المفتوحة الحقيقة لمتابعة كل ما يخص طفل ريان، كل ما يعني سيحدث خلال الساعات القادمة احنا بنتابع مع حضراتكم بالتأكيد هذه الوفاة المؤثرة للطفل الذي صمد أكثر من 5 أيام في هذا البئر ليعلم الإنسانية كلها درس كبير، علم الإنسانية كلها درس كبير بالصمود في وجه كل الصعاب، الصمود في وجه كل الظروف التي عاشها الطفل ريان داخل هذا البئر. بالتأكيد وفاته مؤثرة على الجميع، ولكن يبقى الدرس الذي علمه ريان إلى الكل هو الأهم. طبعا الكل متأثر بهذه الوفاة، الكل يتحدث عن يعني هذه الأيقونة، الأيقونة الإنسانية الكبيرة ريان، وما فعله في العالم، ما فعله في العالم العربي من تضامن، من دعوات، من وقوف إلى جانبه، من محاولات لإنقاذه. يعني الكل يتحدث في المغرب عن تحريك جبل من مكانه لأجل إنقاذ هذا الطفل ابن المغرب الطفل ريان. احنا بالتأكيد لازلنا مستمرين مع حضراتكم في هذه التغطية الحية
والمتواصلة معكم. بعد قليل بالتأكيد سنعود إليكم بمزيد من الأخبار والتفاصيل عن الطفل ريان، متى ستكون الجنازة، المراسم خلال الفترة المقبلة، بالتأكيد المستجدات الخاصة بوضع والد ووالدة الطفل ريان. حقيقة ربنا يكون في عونهم، عاشوا أيام صعبة أيضا في انتظارهم للطفل. كلنا كان عندنا آمال كبيرة جدا إنه ريان يخرج بسلام وفي أمان، ولكن هذا هو قضاء الله. وبالتأكيد زي ما عدد كبير جدا من ضيوفنا من المغرب قالوا، هو أدى رسالته، هو أدى الرسالة الكبرى المستفادة من الموقف الكبير، الموقف المهول الذي تعرض إليه. بشكر حضراتكم مرة تانية، كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان، على متابعتنا يعني على متابعتكم لينا ومتابعتنا أيضا الدائمة لكل الأخبار والمستجدات المتعلقة بالطفل ريان. شكرا جزيلا لحضراتكم، كنت معاكم هشام عبد التواب، وبالتأكيد نلتقي بعد قليل في معلومات ومستجدات جديدة. شكرا ليكم وإلى اللقاء.